البيت الغرفة هذه أسويها لصالح بعدين. شوفوا جيمينج. تدرون صالح إنه جايني يقول لي ماما افتحي لي شو اسمه، افتحي لي قناة جيمينج وأبغى أصور. قلت له توك صغير يعني يبغى يصور يوتيوب ويفتح قناة. شوفوا أهم شيء الأصوات. ترى هذا شوفي مجهزي لك للتصوير. أدري أنا قلت شفتي حلو لأن أنا أصور فيه. حلو ترى هذا مو للبيع. ما ظنتي؟ إلا لا هذا هو من جدك حلو التيك توك كذا. هاي جايز والله حلو. انا احسبه مو البيع بيثبت بعد ثابت صح. تحطيه الجوال ما يتحرك. اي حلو والله. بس ان ايش اقول لكم، انا نرجع لموضوعنا. صالح يقول لي ماما افتحي لي قناه في اليوتيوب بصور شو اسمه جيمنج. فحبيت كذا الستايل الغرفه اني اجهز له كذا بعدين مو الحين كذا واحط له كذا. اي وهذا الدائري ما شفتوه شوفوا مره حبيت. خلاص ينمي هوايته في تصوير الجيمنج.